أنا بدأت أكتب الرواية في 2022، وكان الغرض الأساسي إن أنا أسلط الضوء على التكنولوجيا الحديثة، إزاي هي بتغير الحياة الاجتماعية في مجتمعنا الحالي. يعني لو ضربنا مثل كده، شوف التليفون أو التليفون المحمول أو الموبايل فون أول ما ظهر في سنة 97 تقريبا، كان الاستخدام ليه إن أنت تبعت مسج أو تكلم. دلوقتي شوف التليفون وصل بينا لغاية فين، أنت تقدر تستخدمه تعمل بيه financial transaction، حاجات مالية، تقدر تعمل بيه streaming لفيديوز، تسمع موسيقى، تتفرج على البرنامج بتاعك من على التليفون. فتكنولوجيا اتغيرت وتسارعت بشكل مذهل. دلوقتي بقى مع ظهور الذكاء الاصطناعي والتجارب اللي بتحصل، طبعا كلكم تسمعوا عن ايلون ماسك والاعلان اللي اعلنه اول امبارح ان اول شريحه تم زرعها في مخ الانسان. التكنولوجيا بتتطور بطريقه سريعه جدا، وفي الروايه دي انا حاولت اتنبأ ممكن الحال يوصل بينا اجتماعيا وانسانيا في 2070 هيوصل بينا لفين. أكيد. طيب سيناريوهات اترسمت واتقالت في الرواية عشان مستقبل تطور الذكاء الاصطناعي، احنا بنخاف لما بنسمع كلمة تطور الذكاء الاصطناعي، مش عارفة ليه دايماً، هل بيبقى عندنا خوف من المجهول ولا بيبقى عندنا حاجة نقلق منها؟ الرواية بقى قلقتنا ولا طمنتنا؟ الرواية بتعكس اللي ممكن يحصل بالتكنولوجيا، أي تكنولوجيا بتظهر ممكن تستخدم استخدام كويس وممكن تستخدم استخدام سيء. تاني هرجع للاعلان بتاع ايلون ماسك اللي اعلنه اول امبارح على الشريحه ديت. الشريحه من احد التطبيقات المهمه ليها جدا ان هي تقدر تتواصل مخ الانسان مع طرف صناعي، يعني الناس اللي فقدت اطرافها في الحرب او في حوادث. انت عن طريق الشريحه ديت ممكن تصدر مخك اشارات نيورو الكترونكس للاطراف ديت، والاطراف دي تبدا تتحرك عن طريق الاشارات. بس في ناس بتتوقع ان مع الوقت الناس هتبدا تستخدم النيورال نتوركس ديت في ان هي تعلم الانسان الالي يتصرف زينا، فهيبقى في جيل من الروبوتس او الانسان الالي او الاليين اللي هم ممكن يتصرفوا بشكل مشابه جدا او يحاكوا الانسان الطبيعي. وهو ده اللي انا بحاول ارسمه في الروايه بتاعتي. تخيل ان في ظهرت التكنولوجيا ديت او تقدمت بحيث ان بقى في حياتنا انسان آلي تقدر تتعامل معاه تماما، فتقدر يبقى صاحبك، تقدر تستخدمه ان هو يشتغل مكانك، فالناس ما تضطرش انها تشتغل او ان هي تبقى في حاجه الى فلوس، لان الانسان الآلي ده هيعمل لك كل حاجه. ومع التطور التكنولوجي دوت العلماء بيحاولوا ان هم يعملوا حاجه شبيهه بالجنه اللي الديانات بشرت بيها الانسان بعد الموت، في حاجه اسمها جنه ونار. العلماء دول بدأ عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة بدأوا يسيميوليت أو يحاكوا وجود الجنة. جميل. فالزانون التعبير الإغريقي ده معناه الأجنبي أو المختلف أو الشيء المختلف عن الحاجة المعتادة عليها. وهم جيل من الروبوتس تم تصنيعهم علشان خدمة الإنسان.